فاز فريق الزمالك على نادي السادس من أكتوبر بثمانية أهداف مقابل هدف في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين على ملعب النادي. وأحرز أهداف الأبيض كل من كاسونغو كابونغو هاتريك ومحمد إبراهيم هدفين ويوسف أوباما وأيمن حفني وحسام أشرف، بينما سجل محمد عزازي هدف الضيوف الوحيد. وأكد إيهاب جلال المدير الفني للزمالك أن التجربة كانت جيدة، متمنيا أن تكون اللقاءات الودية مع أندية الدوري الممتاز ليكون الاحتكاك قويا للاعبين البدلاء. ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة في الجولة 23 بالدوري الممتاز السبت المقبل.